بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي، إن شاء الله النهاردة هشتغل على صينية بشكل إسلامي. دي الصورة اللي أنا طبعتها علشان الصينية، وطبعا أوحيت الصينية نفسها هي اللي أوحيت لي بفكرة الورقة، لأني على الجنب بتاعها رسمة إسلامية زي ما انتوا شايفين كده، فهي إلا أوحيك لي بفكرة الصورة. عندي الجوانب الفتحات بتاعتها واسعة بالشكل ده، لأنها معمولة عاشق ومعشوق بمسامير وحاجات كده. المهم يعني شكل الجوانب مش عجباني، فعملت اختراع شوية أو فكرة إن أنا عملت معجون. معجون من الغيرة ونشارة خشب ناعمة، ومعجون حوائط مع غيرة مع نشارة خشب ناعمة، وعشان أخفه شوية لأني زودت المعجون، قصدي اللي هو النشارة، أضفت ورنيش مائي عشان يبقى لينة شوية معايا في الحركة زي ما انتوا شايفينها كده. تمام، هادي المعجون بتاعي ده. انا عاملاه من غير مقادير على فكرة. هاجي على الجنب بتاعي، وانا مش عارفة باينة ولا مش باينة بصراحة لاني المكان ضيق. هاجي بالمعجون، هعمل على الجناب كلها، مش على الجناب، على الجنب ده المكان اليد والجنب التاني بالشكل ده بالسكين. طبعا هفرد بيه. تمام، هاخد تاني جزء اهو ناعم معايا وسهل الفرد، هفرده على اليد الجنب ده كله، وهجيب فرشة. هي الفرشة ناشفة شوية لاني كنت مستخدماها وما اتغسلتش كويس، فعملت دق كده دق كده يديني تكتشر على المعجون بتاعي اهو، شايفين بالشكل ده. هخلص الجنب ده كله، وطبعا الجنب التاني اللي هو ده هحط معجون وصنفره عشان يبقى ناعم بالمنظر ده، غطالي الفتحات اللي هي موجودة شبه دي. الفتحات دي انا حطيت عليها نفس المعجون بتاعي اللي انا استخدمته هنا، وبعد ما نشف شوية صنفرته اهو، ودخل في الفتحات سدها واداني شكل ظريف اهو كده، غطيت بيه الفتحة لان الفتحة كانت كبيرة، فلو بحط معجون حوائط لوحده بلاقيها بيغوص لانه بيبقى ناعم شوية، وبعد الصنفرة بلاقيه مكان الفتحة كمان ظهرت. فلقيت فكرة المعجون بالغيرة بنشارة الخشب اداني نتيجة كويسة. وطبعا انا مش عارفة خالص للأسف الجنب ده برضو احط عليه بالشكل ده، فهيملالي الفراغ اللي موجود، وبعد ما ينشف اعمل صنفر بالشكل ده. ولما يتصنفر هيبقى ناعم ويديني ملمس كويس. انا خلصت الجنب التاني، عملته اهو قرب ينشف، معلش انا هشيل الكاميرا وهوريكوا، للاسف مش عارفه اهو بالمنظر ده. تمام،
ينشف خالص وهيبان النتيجة. هاجي على الورقة بتاعتي، هدهن طبعا السطح ابيض، هقص الورقة كده الابيض كله هقصه وهلزقها بالشكل ده على جنب. هاجي هكمل من فوق بالالوان، وهاجي على الجنب التاني هعمل ستانسل بالحروف العربي اللي موجودة هنا. ممكن حروف عربي، ممكن اشكال اسلامية، لسه اما اشوف اللي هو الستانسل اللي عندي. بس انا هخلص المعجون وبعدين الزق الورقة وبعدين ارجع لكم. كده انا لزقت الورقة ودهنت وشها بالورنيش حماية ليها، علشان لو جه عليها اي لون اقدر ايه امسح. هبتدي اعمل دمج بقى بين الالوان دي والسقف من فوق او السماء. اخضر وترفرف مع بعض. هي دي اول غلطة تتمسح على طول، جه عليها لون من الفرشة اول ما مسحتها طلعت، علشان الورنيش اللي انا ضايفه. كده هحط ازرق مع اخضر. هعمل باليتة الوان نفس الالوان بتاعتي وابتدي. طبعا انا معلش مش قادرة ايه اظبط الدنيا، بس ان شاء الله هتظبط. هي دي الالوان اللي انا بستخدمها، الدرجات اهي، مناسامي اكريليك بتاع منى سامي، حلوة قوي، الوانها جميلة بصراحة. هاخد سنة ابيض الابيض هو اللي هيظبط معايا الدرجة. هو عايز يدخل في موف كمان. هنا هعمل هغمق بالاسود هشتغل اسود الاوراتول من اوراتول ده بلاستيك اسود، لا بيبقى محتاج ورنيش ولا حاجه، بس انا ممكن اضيف له ورنيش عشان لونه يدي لمعه خفيفه. باللون التاني بفرشة تانية.
انا بداخل الازرق او التركواز اللي انا شغاله بيه مع الاسود، فيعني بيقرب لي الدرجه مع اللون. باين كده. اديني نفس الدرجة حتى لما دخلت جوه الورقة ما فرقش بين اللون الورقة ولون اللي انا عاملاه. هبتدي يعني معلش استسمحكم بس ان انا اقفل اخلص الدمج علشان المساحة بتاعتي مش مساعداني للأسف. اشيل الزيادة بالمدق كده بالمنديل اشيل الزيادة. خلاص يبقى انا كده هعمل هاجي تحت هنا هعمل اسود اسود خالص. خلاص هخلص الباقي وارجع لكم. انا خلصت الطرب الصينية اندمجت في الشغل سوري نسيت اكمل تصوير لاني الباقي كله كان تلوين فما كانش في مشكلة في الشرح. في الجنب ده انا عملت الشجرة دي ومن تحت العيون المفتوحة كملتها للاخر وعملت دمج هو حرف الورقة عند الخط ده بالظبط. فالدمج اللي في الجنب دوت ظبط معايا الحمد لله. ومن فوق اهو كده الوان التدرج بتاع الصورة. وبالنسبة للجنب التاني كملت المأذنة دي لاني هي حرف الورقة عند الخط ده بالظبط. انا كملت القبة و
دمجت بين الورقة وبين الأرضية بتاعة الترابيزة أو الصينية أهو، وعملت القبة اللي تحت دي كمان بس كده. هو دي الحاجات الزيادة اللي أنا أضفتها للصورة وأنا بجهز الترميم. جيت على الجنب، الجنب بتاعي أهو، دهنت انشرت الخشب مع المعجون مع الغيرة ومسحت عليه باللون الأزرق، ومن الناحية التانية برضو وطبعا لونت الباقي كله اسود. ودي نتيجتنا النهاردة، نتيجة التابلو بتاعنا او الصينية بتاعتنا. هي فعلا تابلو، ممكن نفس الصورة تتعمل تابلو، هيبقى بنفس الفكرة، هتبقى حلوة قوي. انتظروني بقى في فكرة جديدة ان شاء الله، وقولوا يا رب تكون فكرة حلوة وتعجبكم. باي باي.